واحد اثنين ثلاثة اثنين جول اب ما تبقاش من جول اب سعد واحد اثنين ثلاثة اب استقبال حالة شوية تقدر تنزل الوتر اتفضل لو سمحت داون انتوا اقعدوا فوق هاي اصبح حطوا اوكي جيبوا الحالة هنا لا يجيبوا الحالة هنا معلش يعني رش رش الفريقين اشتغلوا ضغط شنو؟ كان ولا؟ كبتوا كان ولا؟ بيتو كنت جيت بسور تندر نسكت والله مش كل اللي ما تو مش بيرو اللي ده كان تويت على صفحه نو اني سكراتش اور ماكس الناس اللي هم اخصائيين لازم يطبقوا حالها اي تفضل يستر 30 واحدة ها بعد 30 طبعا عندنا عمودات نعطوا 2 تنفس 30 2 سكند سايكل كويس يا دكتور هتعطي وقت كويس ما جيت احنا اليمين يعطيك الصحة ايوه على اليمين رائع المتدرب عبد السلام ناصر العوكلي من مدينة البيضاء طالب كلية الطب البشري سنة ثالثة جيت المدينة درنا بخصوص دورة الإسعافات الأولية والإنعاش والعناية الفائقة كانت تحت إشراف طبعا شركة التنمية تاع رأس المستشفى فراج يونس شخصية كويسة في الكلية الحق وإشراف الدكتور بدر البجقني الحمد لله كانت استفادة كويسة جدا من الدورة تعلمنا فيها حاجات واجد بخصوص التدريب وكانت الدورة مدتها حوالي أسبوع تدريب عملي تماما يعني ما بعيدا عن الشق النظري والحشو زي هذا كله شكر القائمين على الدوره بالكامل وشكرا طبعا كارثه فلازم نعطي شحنه ونبع بعيد ماشي تمام وتبقى ديما المونيتور وديما يفضل لما نعطي شحنه فرج يونس مدير شركه تنميه الابداع للتدريب وتنميه الموارد البشريه اليوم الختامي للبرنامج التدريبي مهارات الطوارئ والإنعاش وأساسيات غرفة العناية تم المشاركة من قبل المتدربين من الجنسين وليس كل عناصر طبية فيهم تخصصاتهم إدارية وغير ذلك في نهاية الدورة يتحصل المتدرب على شهادة معتمدة من الشركة ومكتب القدرات ومن وزارة العمل والتأهيل كانت استفادة جيدة للمتدربين وأتمنى أن يبادروا معظم الشركات أو المتخصصين بالمجال التدريبي بتطوير الكادر البشري في الأمور المهنية والحرفية أو في الأيام القادمة بإذن الله حتكون في دورات مماثلة للحرفية مثل صيانة الموبايلات وتصفيف حلاقة الشعر وغير ذلك